الآن بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كان جالنا السؤال ليه الناس أيام موسى النبي كانوا معتقدين ان هم هتتغفر خطاياهم بذبح خروف دم خروف، وليه ما كانش في وسائل اخرى يعني لمغفرة الخطايا، زي مثلا ان الواحد يجيب مأكولات معينة، يستحمى، حاجات. وفي الحقيقة ان يوحنا المعمدان قدم مفهوم اضافي لمغفرة الخطايا، ده في خدمته السابقة للسيد المسيح مباشرة، لانه مع انه كان كاهن لكن ما راحش الهيكل وما قدمش ذبائح حيوانية خالص. هو بنسميه نبي العهدين، كان بيمثل انطرة. انطرة يعني ايه؟ الكوبري اللي بينقلنا من الضفة دي للضفة دي. فهو عايز يعمل نقلة من الذبائح الحيوانية الى ذبيحة الصليب. لكن هو كهنوته كهنوت هاروني، وذبيحة الصليب دي خاصة بالمسيح وحده وعلى رتبة ملك صادق، رئيس كهنة على رتبة ملك صادق، لان احنا بنقدم الخبز والخمر ككهنة وهو رئيس الكهنة الأعظم. فيوحنا جه بإرسالية عجيبة جدا، إنه بيعمد بالمية لمغفرة الخطايا وما قدمش ذبائح. طب ليه؟ ما شريعة موسى بتقول إن بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، بتقول يعني إن لازم تقديم الذبائح في تقدمة القربان اللي هو فيها دقيق وبخور وحاجات زي كده، دي تقدمة، لكن ذبيحة الخطية كانت ذبيحة. فهو عايز يقول ان انا اكملني همثل مرحلة انتقالية، فانا هعمد بالمية لمغفرة الخطايا، بس دي برضو مش هتدي مغفرة، ده رمز زي الذبائح الحيوانية بالظبط. بس في نقطة، أنا جاي عشان وأنا بعمد في علامة إن المسيا المنتظر المسيح هيحل عليه الروح القدس على هيئة حمامة، فأنا هشهد وأقول إن العلامة اللي قالها لي ربنا اللي أرسلني ظهرت، وإن هذا هو حمل الله الذي يحمل خطايا العالم. سيبكم من الذبائح الحيوانية، هو ده حمل الله. طب نعمل ايه؟ نبطل نقدم ذبائح يا يوحنا؟ لا، لو قدمته ما فيهاش حاجة، ما هي رمز، بس ما تخليش الرمز يشغلكم عن المرموز اليه الحقيقي. فانا جاي عشان اقول هذا هو حمل الله. عايزين تتسلوا شوية في الذبائح الحيوانية مؤقتا على ما يتم الفداء على الصليب، مش مشكلة. بس في نقطة، أنا كمان عندي وسيلة لمغفرة الخطايا وهي المعمودية. بس زي ما الذبائح الحيوانية رمز، المعمودية بتاعتي رمز، دي مش الولادة الجديدة. أنا أعمد بماء، ولكن في وسطكم قائم الذي لست تعرفونه، هو يعمدكم بالروح القدس. السيد المسيح قال إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله أو أن يعين ملكوت الله. فيوحنا كان بيقول سيعمدكم بالروح القدس، يقصد يعني إن أنا بعمدكم بمية وبس، لكن المسيح هيعمد بالماء والروح، الماء والروح مع بعض. المية بترمز للغسيل للتطهير،
استحمى، والروح بيطهر وهو غير منظور. يبقى إذن المية بس تبقى رمز للتطهير، لكن الماء والروح مع بعض تبقى تطهير حقيقي وأيضا تطهير خارجي بيأكد التطهير الداخلي اللي الإنسان مش شايفه، لأن كل سر من أسرار الكنيسة بيبقى فيه مادة منظورة، لأن احنا لسه ما خدناش أرواح أجساد القيامة الروحانية، يعني احنا لسه برضو بنتعامل مع المادة. فالأسرار بتاعت الكنيسة سر المسحة في زيت الميرون المقدس، يمسح المعمد بعد معموديت، في سر الزواج بنلبسهم أكاليل وبنرشمهم بالزيت برضو، وبيبقى فيه عمل واضح ان فيه سر بيتم، مش مجرد كده نقعد كده نصلي في سرنا يقوم نقول خلاص الروح القدس جمعهم بقى وجسد واحد، لازم السر يبقى برضو محسوس. نرجع بقى للسؤال، السؤال ليه كان الغفران بالدم بالذبائح الحيوانية؟ فطبعا عشان السؤال ده يتوضح كسؤال، هل هو ان ده الامر اللي ربنا قاله لموسى في الشريعة في التوراة عشان كده نمشي على كده، ولا في حاجة سابقة لشريعة موسى؟ طبعا من اول ادم وحواء بعد السقوط كانوا عريانين خالص ومش حاسين ان هم عريانين، كانوا فيهم بساطة وبراءة اكتر من الاطفال. اول ما سقطوا انفتحت اعينهما وعرفوا ان هم عريانين، وابتدى بقى الخجل والكسوف والمشاعر الخاصة بالإحساس بالفرق الجنسي والحاجات دي كلها، فراحوا عاملين ورق توت وعملوه زي رداء يستروا بيه العورة بتاعته. فلما ربنا جه وقال له أين أنت يا آدم وهل كلت من الشجرة وكده، فبص لقاهم عاملين ورق التوت ده، فقال لهم أنتوا بتخدعوا نفسكم، أنتوا عايشين في وهم. فذبح ذبائح حيوانية قدامهم وسلخ الجلد بتاعها، وطبعا ربنا بقدرته يقدر يجفف الجلد ده في ساعتها، يعني اللي خلق للأعمى المولود أعمى عنين مش هيعرف يعني يخلي الجلد ده ينشف في ساعتها، أو يمسكه كده من طرفه ويقول له تسلخ يا جلدي، يروح طلع في إيده من غير بقى ما يقعد يشد ويعمل زي الجزارين ما بيعملوا ولا حاجة، يعني لازم نفتح مخنا شوية طبعا. المهم صنع لهم أقمصة من جلد مش قماش، وألبسهم طبعا. أكيد فضلوا لابسين اللبس ده مدة طويلة جدا، ليه؟ لانه ما عندهمش مصانع قماش ولا اي حاجه، طب يلبسوا ايه؟ ولا مكان تريكو ولا حاجات زي كده. فين بقى لما ابتدوا يتعلموا ان هم يعملوا حاجه يلبسوها؟ يبقى شافوا بعينيهم ان ربنا ذبح ذبايح ولبسوا عشان يستر الخطيه، قال لهم اهو الذبيحه هي اللي تستر الخطيه. والدليل على كده لما جه نوح يخش الفلك قال له تاخد زوج ذكر وانثى من الحيوانات غير الطاهره عشان تجدد النوع، لكن الحيوانات الطاهره تاخد 7 ازواج عشان تقدر تقدم ذبايح
من الحيوانات الطاهرة. وفعلا أول ما خرج نوح من الفلك على طول راح عمل مذبح وقدم ذبايح عنه وعن أولاده وزوجاتهم طبعا. فتنسم الرب رائحة رضا وسرور وقال أنا وضعت قوسي في السحاب اللي هو قوس قزح، يعني اعتبرت ان قوس قزح ده انتوا لما تشوفوه تعرفوا ان انا عامله علامة، علامة وعد بيني وبين البشرية ان انا ما اجلبش طوفان على الارض مرة اخرى. ومع ذلك بعد كده لما ابتدى الناس يكتروا على الارض ابتدوا يبنوا برج بابل عشان لو ربنا جاب طوفان يطلعوا يجروا جوه البرج، وقال ايه المية ما توصل لهمش. طب ده جبل أرارات اللي الفلك موجود عليه حاليا ارتفاعه 37,000 قدم فوق سطح البحر، والفلك على ارتفاع 35,000 قدم، 37,500 قدم ارتفاع جبل أرارات، والفلك موجود وصوره موجودة لفي الصيف لما التلج بيسيح، وعرضناها في برنامج إيماننا الأقدس في ساعة على الهوى لما كنا بنرد على الإلحاد طلعناها على الشاشة، وموجودة في كتاب عملناه عن فلك نوح والطوفان. الصور صور حقيقية. طب إذا من أول آدم بعد ما اتقتل هابيل، وقايين ما كانش بيقدم ذبائح حيوانات، بعديه بقى جه شيس وابتدى بقى التسلسل وانوش لغايه ما تشالح ولامك ونوح، كل السلسله دي كلهم اخدوا التقليد بتاع تقديم الذبائح. والدليل على كده نوح قال له خد 7 ازواج، يعني ده مش قليل. يبقى واضح انه التقليد من قبل موسى النبي، من قبل شريعة موسى، كان ان بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، وكان البشر بيقدموا ذبائح. طبعا ابراهيم قدم ذبائح، اسحاق، يعقوب، ومذكورة. بس في نقطة، إبراهيم تميز بذبيحة خاصة جدا إنه ابن الموعد، الابن الوحيد، ابنك وحيدك الذي تحبه، قدمه لي محرقة، يعني بعد ما يذبحه يولع في الذبيحة على حطب، يحط حطب ويقطعها حتت عشان تولع، وإلا لو تخينة كده النار مش هتأثر فيها. قدموا محرقة. بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرد، قدم الذي قبل المواعيد، الذي قيل له بإسحاق يدعى لك نسل، إذ حسب أن الله قادر أن يقيم من الأموات. عظمة. موقف صعب أوي، مين يقدر يستحمل؟ لكن ده إبراهيم، أنا بتكلم عن مين؟ المسيح بيقول يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في حضن إبراهيم، يعني اللي هيروحوا الحياة الأبدية هيروحوا في الأحضان الإبراهيمية. ده أبو الإيمان، ده اللي قال عنه إبراهيم أبوكم اشتهى أن يرى يومي فرأى وفرح. شاف يوم الخلاص، شاف المسيح وهو على الصليب، شاف المسيح وهو قائم من الأموات، اشتهى. قال له يا إبراهيم تمنها غالي قوي الحكاية دي عشان تشوفها. قال له مهما كان غالي، لكن أنا شايف إن إسحاق زيي برضو تحت الضعف، يبقى فين حكاية الخلاص دي اللي بتقول لنا عليها؟ يا إبراهيم تمنها غالي قوي.
قال له مهما كان غالي مفيش حاجة تغلى عليك يا رب، أنا عايز أطمن على خلاص البشرية. قال له إبراهيم خذ ابنك حبيبك وحيدك الذي تحبه إسحاق وقدمه لي محرقة على الجبل الذي أعلمك به، ولو عملت كده هتشوف الخلاص. اشتهى أن يرى يومي فرأى وفرج. ساعة ما شال السكينة قال له لا بس كده كفاية، ولقى خروف مسخ بقرنيه فقال له خد الخروف اذبحه وسيب اسحاق في حاله ما تشكش دعوة خلي الولاد حي. هو قال للغلامين اللي معاه قال لهم استنوا هنا انا واسحاق هنروح ونسبح ثم نرجع اليكما. تسبح ايه؟ ما انت ما معكش ذبيحة. ما قدروش يتكلموا سكتوا. وإسحاق سأله قال له فين الخروف للمحرقة يا أبي؟ قال له الله يرى له حمل للمحرقة يا ابني. وشاله وربطوا على المذبح. أدي الخلاص. مش بس حكاية الذبائح الحيوانية، إنها بيها كان بيتم الخلاص رمزيا ووعد بالغفران. لا ده قال له اذبح ابنك الوحيد ابن الموعد، ولما حب يفديه قال له خد الحمل ده او الخروف ده اذبحه بداله. يبقى فكرة بقى ايه؟ مش بس النقطة اللي قلناها في الحلقة اللي قبل اللي فاتت ان الخطيب يحط ايده على راس الخروف ويعترف والكاهن ياخد يذبحه تبقى نفس بريئة بتقود عن وراض عن نفس خاطئة. ده الخلاص المفهوم بتاعه هنا تقدم باتجاه آخر بشكل تاني. ها؟ إن ابن الموعد اللي قال له بنسلك تتبارك قبائل الأمم وقالها بالمفرد في العبري مش بالجمع. بنسلك يا إبراهيم. وبولس أشار إليها في رسالة غلاطية قالها بالمفرد. كان ما يقصدش أي حد، كان يقصد المسيح. طب ولو إسحاق اتذبح ومرجعش يبقى المسيح هيجي إزاي؟ روعة 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 التدبير الإلهي في أحداث حصلت مع الآباء الكبار ومع الأنبياء عشان نفهم تدبير الله لخلاص البشرية. مش ده هو الفداء؟ مش هو ده الفداء؟ ومع مين؟ مع شخصية تعتبر قمة في تاريخ البشرية. وابنه إسحاق ده خد شرف كبير قوي انه يبقى هو رمز للمسيح. لما نقول وحدة الكتاب المقدس هنلاقي نفسنا ان احنا متكتفين. متكتفين يعني ايه؟ متكتفين يعني الواحد يتلفت كده يلاقي نفسه في نفس الموضوع، يتلفت كده يلاقي نفسه في نفس الموضوع. أروح فين؟ أجي منين؟ هو ده التدبير الإلهي اللي لما نقرأ سفر الخروج لازم نعيشه. نعيشه في الروعة اللي تمت بيه كل هذه الأمور. بعد كده بيقول وتصنع سقفا لمدخل الخيمة من اسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوس مبروم صنعة الطراز، وتصنع للسقف 5 أعمدة من صنط وغطيها بذهب وزررها من ذهب وتسبك لها 5 قواعد من نحاس. الإصحاح اللي بعديه 27 وتصنع المذبح من خشب الصنط طوله 5 أذرع وعرضه 5 أذرع مربعا يكون المذبح وارتفاعه 3 أذرع وتصنع قرونه على زواياه الأربع منه تكون قرونه
وتغشيه بنحاس وتصنع قدوره لرفع رماده ورفوشه ومراكنه ومناشله ومجامره. جميع أنيته تصنعها من نحاس، وتصنع له شباكه وصنعت الشبكة من نحاس، وتصنع على الشبكة 4 حلقات من نحاس على 4 أطرافه، وتجعلها تحت حاجب المذبح من أسفل، وتكون الشبكة إلى نصف المذبح، وتصنع عصوين للمذبح، عصوين من خشب الصمت، وتغشيهما بنحاس، وتدخل عصواه في الحلقات، فتكون العصوان على جانبي المذبح حينما يحمل، لأنه بيرحلوا في البرية. مجوفا تصنعه من ألواح كما أظهر لك في الجبل، هكذا يصنعونه. طبعا احنا الوقت اللي باقي من الحلقة مش كتير، يعني احنا هنكمل رحلتنا مع سفر الخروج ومع رسالة العبرانيين. لازم نرجع لرسالة العبرانيين تاني، لان فيها كلام كتير قوي بيشرح التوراة. بالنسبة للمذبح بيقول في المزمور: رتبوا عيدا في الواصلين الى قرون المذبح. لما كان حد بيعمل خطية سهو او عدم قصد، حتى لو كان قتل حد بدون قصد، يجري ويتشعلق في قرون المذبح. اذا اتشعلق في قرون المذبح محدش يقدر يمسه، حتى لو كان قتل واحد تاني بس بدون قصد، ويودوه في مدن اسمها مدن الملجأ لغاية سنة اليوبيل اللي فيها بيفرج عن كل المحتجزين في مدن الملجأ. حتى لو كانت الحكاية دي حصلت قبل سنة اليوبيل ب6 أشهر، مش هيقعد كتير، بس سنة اليوبيل هي دي اللي بترمز إلى مجيء السيد المسيح. روح الرب علي لأنه مسحني لأنادي للمأسورين بالإطلاق، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. هي سنة الدفع شعية، سنة الرب المقبولة هي سنة اليوبيل. قرون المذبح دي لها معاني رائعة جدا. 4، هو العرش الإلهي مش حواليه 4 أحياء غير متجسدين. ارتفاعه 3 أذرع. ليه ارتفاعه 3 أذرع؟ لأن لازم المذبح يبقى فيه حاجة تشير إلى الثالوث القدوس، لأن الخلاص مش عمل الابن لوحده، خلاص هو عمل الثالوث القدوس. دي برضو ممكن تاخد شرح وتفاصيل. طوله 5 أذرع وعرضه 5 أذرع. الإنسان عنده 5 حواس جسدية وخمس حواس روحية. فالإنسان لازم تمسح حواسه الجسدية بالروح القدس عشان تنشط حواسه الروحية. فالرقم 5 زي حكاية ال5 خبزات والسمكتين وال5 عذارى الحكيمات. رقم 5 ده له مدلول مهم جدا، بس أهم مدلول بيرمز إليه هو ال5 حواس. عشان كده المصابيح المنيرة بتاعت العذارى الحكيمات كانت بترمز إلى الحواس الروحية، فدول اللي دخلوا إلى العرس. فالحواس الخمسة الإنسان اللي هيعيش حسب الجسد، الحواس الخمسة بتاعت الجسد هي دي اللي هتوديه في دهن. واللي هيسلك بالروح هيسلك بالحواس الخمسة الروحية، تقديس الحواس. فالمذبح بولس الرسول بيقول أن تقدموا أجسادكم ذبائح حية مرضية لله،
عبادتكم العقلية، يعني مطلوب انه الانسان مع انه عايش في الجسد لكن انه يسلك بالروح. عشان كده المذبح طوله 5 أذرع وعرضه 5 أذرع، 5 تشير للحواس الجسدية، لازم تتقدم على المذبح، تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مرضية لله. ولازم كمان الذبائح الخمس حواس الجسدية تتقدم على المذبح عشان الخمس حواس الروحية تبقى مضيئة. والسيد المسيح نفسه قال ايه؟ سراج الجسد هو العين، ده واحدة من الحواس الخمسة اهي. إن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما، فانظر لألا يكون النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون. سراج الجسد هو العين. طب ازاي العين اللي في الجسد تبقى مضيئة؟ تبقى مضيئة لما تمسح بنعمة الروح القدس. عشان كده بنمسح الطفل 36 رشم بالميرون، والأمهات ملخومة في الفوطة وملخومة في اللبس وملخومة في البتاع اللي هيحطوه على راسه، الكاب ده ولا معرفش بيسموه ايه. المهم اهدى، ما تبص تشوفي العينين بتترشم، المناخيرتين، فتحتين المناخير، الفم، الحواس الخمسة، الودان، والنافوخ من فوق عشان كل الحواس مركزها في المخ، وبعدين المفاصل من قدام ومن ورا، في الايدين وفي الرجلين وفي وسط الظهر، لان في وسط الظهر في مركز للإحساس الجنسي. يعني مش بس الحواس الخمسة اللي هي قلنا 4 منهم واللمس هي الخمسة، ده احنا كمان بنرشم الحاجات اللي الحواس الخمسة بتاخد إشارات منها، أو حاجات في الحواس، يعني حاسة اللمس ما هيش في الصوابع بس، في حاجات كتير، ففي حاجات فيها حاسة اللمس ممكن تضيع، ممكن تضيع لو حد لمس حاجة حساسة معينة ممكن يتعب، خصوصا لو حد بيعكسه. يعني حاسة اللمس مش في الصوابع بس، منتشرة في الجسد كله، ولذلك لازم تتقدس. نكمل التفاصيل اللي احنا ابتديناها في حلقة قادمة، ولإلهنا المجد دائما أبدا آمين.